خلينا ايضا ناخد احد النجوم الكبيره للنادي الاهلي واحد الاساطير ايضا في النادي الاهلي، النجم الكبير كابتن رمضان السيد. يا كابتننا يا سلام. يا اسلام تحياتي ليك يا اسلام، وتحياتي لنجم التدريب في مصر الحقيقه الكابتن حلمي. الله يخليك يا رمضان، ربنا يخليك اللي جم في تاريخ مصر. الله يكرمك ويخليك ليا يا رمضان، وحشني جدا والله. ربنا يخليك يا كابتن حلمي. الله يخليك يا حبيبي. يعني كابتن رمضان، طبعا وجود الكابتن حلمي معانا النهارده يعني احنا مستمتعين جدا بكل اللي بيعمله وبكل كلامه الحقيقه، ولكن ايضا وجوده اعتقد كل ما اجي اتكلم معاه يقول لي الجيل ده من افضل واحسن وانقى واكثر الاجيال طبعا يعني قربا لبعضه يا كابتن رمضان. طبعا طبعا زي ما بقول لك يا اسلام الحقيقه احنا يمكن الجيل بتاعنا اعتقد ان احنا لغايه دلوقتي طبعا. يعني في حوالي 5 6 نجوم كبار جدا، اذا كان مختار او ماهر همام او محمد عامر او حمدي جمعه نجوم كبار جدا جدا لغايه دلوقتي، احنا على طول ما بنسيبش بعض. كابتن حلمي طبعا من الاصدقاء يعني والمحبين الحقيقه. كل دول اخواتنا طبعا يعني. احنا اخوات وجيل يعني ما فيهوش حقد، ما فيهوش بالعكس يعني اي حد بيطلع الحقيقه حتى في لقاءات او بيتكلم حتى من ورا اي نجم لا بيتكلم بشكل كويس او بشكل فيه احترام. وفعلا انا وانا بتكلم على الكابتن حلمي دلوقتي يعني من المدربين المنضبطين جدا في يعني اي نادي الحقيقه بيدربه كابتن حلمي اتفرج على الفرقه بتاعته الانضباط اللي فيها ايه، انضباط تكتيكي وانضباط سلوكي وكل حاجه الحقيقه. عشان كده انا بقول ان هو من المدربين الكبار جدا جدا واللي قدموا يعني حاجات كتيره للكره المصريه الحقيقه. طيب كابتن رمضان معلش خلي حضرتك معايا، لان احنا بينضم لنا ايضا واحد من اساطير النادي الاهلي، كابتن النجم الكبير كابتن شريف عبد المنعم. ومعانا ايضا يعني معانا دلوقتي على الهواء يا جماعه 3 اساطير، اسطوره نادي الاهلي كابتن شريف عبد المنعم، اسطوره نادي الاهلي كابتن رمضان السيد، اسطوره نادي الزمالك كابتن حلمي طولان. يا كابتن يعني شريف ازي حضرتك؟ اثنين دول من حبايب. 4 اساطير يا كابتن حبيبي ربنا يخليك. لا يا كابتن ده انا أيوة حد فيكم ما تقولش كده. 4 اساطير منورك طبعا كابتننا واخونا الكبير حبيبي مدربنا العظيم حلمي، وحشني جدا طبعا. حبيبي والله يا شريف جدا جدا جدا، كل الناس بنسيب بعض في المعموره على فكره. انا بفكرك بالمعموره يا شريف بس. ها علي صوتك شويه بس يا كابتن شريف عشان نسمعك بعد اذنك. بقول لك انا وكابتننا الكبير حلمي طولان لينا يعني ذكريات جميله كانت في الملاعب او خارج الملاعب. طبعا طبعا. وده غير بقى النجم الثاني اللي معانا على التليفون ده، ده حكايه ثانيه. طبعا رمضان كابتن رمضان ده حاجة حته ثانيه بصراحه محترم. من موهوبين جدا بقى اللي كانوا في الملاعب. ده حقيقي. شكل الواحد وهو بيلعب جنبه كان بيتفرج عليه. طبعا طبعا بيتعامل مع الكوره وازاي بيوصل للعيب وازاي هو بيوصل لغايه منطقه الجزاء ويترجم الاهداف. رمضان ده كان لعيب جامد جدا جدا. جماهير النادي يعني النهارده وانت كابتن اسلام الحقيقه انا حسيتكم يعني بصراحه. الله يخليك. حاجات كتيره وجميله موجوده على الساحه دلوقتي. الله يخليك. يعني كابتن رمضان برضو حضرتك معانا كده. ايوه. قول لي راي حضرتك في يعني طبعا الكابتن شريف يعني عمال يقول لك دلوقتي كلام يعني زي الفل، ما اعرفش حضرتك سمعته ولا لا، ولكن يعني برضو عايز اعرف راي حضرتك في مباراه الاهلي الاخيره وهزيمه النادي الاهلي من اتحاد العاصمه في كاس السوبر. شايف ردود افعال عن يعني لبعض من لا يشجع النادي الاهلي، شايفها عامله ازاي من وجهه نظرك برضو يا كابتن رمضان؟ قبل ما هتكلم عن المباراه يا اسلام هتكلم على شريف عبد المنعم طبعا. انا في رايي وكابتن حلمي اكيد هيأيدني في الكلام ده، من اللعيبه اللي كان ممكن في الجيل بتاعنا يحترف في اي نادي في اوروبا بمنتهى السهوله. لان كان عنده كل حاجه، كان عنده المهاره وعنده القوه والسرعه وسرعه وكل حاجه. طب ايه اللي حصل يا كابتن رمضان؟ ما هو صلاح على صلاح محمد صلاح وازاي بيشتغل على نفسه وازاي عقليه احترافيه. من طبعا هقول لك حاجه، صلاح من افضل العقليات الاحترافيه في العالم، مش هقول لك في مصر. محمد صلاح شريف لو عنده كان عنده يعني حتى 1 على مليون من اللي عند محمد صلاح كان زمانه دلوقتي كان يبقى راح طرف ريال مدريد في برشلونه في اي نادي في اوروبا. حقيقي ده حقيقي فعلا. كله والله يا كابتن رمضان الجيل كله كان
كل مواهب كبيره قوي وكلهم كانوا على شكل احترافي يعني، من غير ما اسمي اسماء اي فرقه اجنبيه كانت بتيجي تلعبنا هنا بيبقوا عايزين يروحوا باثنين ثلاثه من الفرقه يعني على الاقل. اه والله في كل الفرق اذا كان اهلي او زمالك او اي حته كان مواهب كثيره جدا والامكانيات كانت متكافئه يعني في السرعات وفي التفكير ده حقيقي. يعني انا مستمتع جدا جدا بوجود حضراتكم معانا سواء كابتن رمضان او كابتن شريف الحقيقه، وكابتن حلمي اللي مجمعنا النهارده يعني كلنا، ده انا سعيد وجوده معانا الحقيقه مجمعنا كلنا النهارده، لانه الحقيقه وجوده في قناه النادي الاهلي تحديدا وفي البيت الكبير شرف كبير لينا الحقيقه ان هو يكون موجود معانا. شرف كبير ليا جدا والله يا اسلام، وشرف كبير جدا أكيد. وانا سعيد جدا اني بسمع صوت رمضان وشريف، بجد وحشني جدا جدا، ومن اعز الاصدقاء ومن افضل اللعيبه اللي انا شفتها في الكره المصريه الحقيقه يعني. طيب اخيرا عشان برضو ما طولش على حضراتكم، كابتن شريف كابتن رمضان بعد كده طبعا هسمع من كابتن حلمي، لكن كابتن شريف وكابتن رمضان برضو قولوا لي رايكم في مباراه المصري، اولى مباريات الدوري العام المصري ان شاء الله يوم الثلاث الساعه 7. كابتن رمضان اتفضل. يعني هكلمك الحقيقه على مباراه الحقيقه اللي احنا لعبناها وخسرنا مباراه السوبر الحقيقه. اتفضل. انا في رايي ان المباراه توقيتها كان صعب جدا على لعيبه النادي الاهلي، طالعين من موسم شاق جدا جدا جدا، وموسم واخدين فيه كل البطولات. حتى انت لما هتقعد كمدير كوره او مدير فني او حتى مجلس الاداره هيقعد يتكلم على دوافع الحقيقه في المباراه دي بالذات لعيبه النادي الاهلي كانت صعبه جدا يا كابتن حلمي. صح صح، لان ناس حققوا حاجات يعني ما حصلتش طبعا في تاريخ الكوره في مصر. صح. الموسم اللي فات ده ما حصلش في تاريخ الكوره في مصر، ما فيش اي نادي حقق الارقام دي كلها. بالتالي يمكن طبعا يعني في شويه حاجات طبعا في التشكيل، ممكن مثلا يبقى بنتكلم على امام عاشور، بتتكلم مثلا رضا، على فكره الناس بتتكلم عليه، انا في رايي رضا كان من افضل اللعيبه في الشوط الاولاني في رضا سليم. رضا سليم طبعا كان هايل الحقيقه، وكل كره كانت في رجليه بيعمل منها خطوره، وهو جناح بيلعب ناحيه اليمين وناحيه الشمال بشكل مميز جدا جدا، فعمل جيم كويس قوي. امام عاشور الشوط الاولاني برده كان نفس الحكايه، لكن يمكن الحقيقه احنا الفرص اللي ضاعت في الشوط الاولاني فرص سهله جدا، ولو احنا كنا احرزنا منها من الفرص دي مثلا جول او جولين كان المباراه تعتبر خلصت يعني. يعني انا مش هتكلم برضك التحكيم الحقيقه يعني كان في مشاكل، لكن مش هتكلم فيه يعني. طبعا كان في ماتش المصري يا كابتن رمضان، ماتش المصري الحقيقه طبعا اول مباراه، ويمكن ماتش المصري معاه علي ماهر، وانا في رايي علي ماهر من المدربين الصاعدين الهايلين الحقيقه، اللي عملوا خمس ست مواسم ورا بعض بمستوى عالي جدا مع اي فرقه الحقيقه بيشتغل معاها، فبالتالي المباراه تبقى صعبه جدا، والمباراه لعيبه النادي الاهلي لازم يعملوا حسابهم عليها بشكل كويس قوي قوي، ولازم يقيموا حقيقه فرقه المصري وعلي ماهر بشكل كويس قوي عشان يعملوا بدايه قويه في مسابقه الدوري. كابتن شريف اعرف راي حضرتك برضو في هذا، انا بشكرك جدا يا كابتن رمضان، ربنا يعني متشكر جدا على هذه المداخله، واحد من اساطير النادي الاهلي الكبار كابتن رمضان السيد، شكرا جزيلا على وجود حضرتك معانا. كابتن شريف اعرف رايك برضو في بدايه الدوري الممتاز ان شاء الله للنادي الاهلي يوم الثلاثاء. بص يا كابتن اسلام، بالنسبه للمباراه اللي فاتت دي احنا عندنا ايجابيات كتير قوي يعني. انا لما برجع كده واقعد اتفرج على الهايلايت بتاعت المباراه ما بلاقيش غير النادي الاهلي هو اللي بيروح، النادي الاهلي هو اللي بيضيع، النادي الاهلي هو اللي ليه هدف ما دخلش، حكم عنده عصبيه ويعني بقى طابع المباراه كلها عصبي بسببه. صحيح. انما انت عارف طبعا احنا لما راجعين لسه من المعسكر، وكابتن علم عارف ان لعيبته لما طبعا لسه واضح ان في اجماع نفس الكلام وعايزين يخشوا بالسنس بتاع المباريات والاحساس بالمباريات، فكان الاصطدام قوي جدا ببطوله. ناهينا عن اللي حصل ان البطوله ما كانش لينا حظ اوفر فيها الحقيقه، انما هم اللي كان لهم الوجود الحقيقه طول المباراه، وخاصه الشوط الثاني كمان. الشوط الاولاني على كل الفرص اللي رايحه هي فرص النادي الاهلي، هي فرصه حياه الله كانت فرقه اتحاد العاصمه يعني، ما كانش في اكتر من كده. ثاني شوط اجمالي المباراه كلها النادي الاهلي كان لا ينقصنا الا الهدوء، ولكن اللي حصل حصل. وايه هو اللي احنا ممكن نستفيد منه في مباراه المصري؟ الاستفاده ان اللعيبه دي فتحت كابتن حلمي نفس. ها طبعا يعني
ده خدت وداست في الملعب وخلاص. كانوا محتاجين الماتش ده، محتاجين الحاله البدنيه دي، ان هم هيرجعوا اكيد بشكل تاني خالص، واقفين على رجلهم ولياقه بدنيه اقوى طبعا ان شاء الله. مش هيبقى تعب ده، بالعكس هم كانوا محتاجين مباراه زي دي يرجعوا بقوتهم البدنيه وباحساسهم وبسرعتهم. كلام على اللعيبه اللي كانت موجوده والوجوه الجديده اللي عندنا ما شاء الله، الله اكبر. تحس بكل لعيب عنده التالنت بتاعه والموهبه بتاعته، اذا كان من التصويب، اذا كان من المرور، اذا كان من انما الانسجام مع بقيه فريق النادي الاهلي ده بيجي بالوقت طبعا، وبيجي بالاحتكاك وبيجي بالمعاشره وبيجي بالمعيشه كمان طبعا. انا مش شايف اي صعوبه في مباراه نادي النصر الحقيقه، غير بالعكس انا هيبقى عندي حاجه كده بيني وبين الجماهير، انا جاي هعمل مباراه كبيره باذن الله، كبيره جامده. ف حاسس ان المباراه اللي احنا لعبناها في السعوديه دي هنستفيد منها كتير جدا في اللي جاي. كله انا بشكرك جدا يا كابتن شريف على وجودك معانا، النجم الكبير واسطوره من اساطير النادي الاهلي كابتن شريف عبد المنعم، شكرا جزيلا.